السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سوف أقوم بإصلاح مشكل يعاني منه صديقي. أتاني إلى المنزل وقال لي صديقي لقد واجهت مشكل في هذه السماعات، بحيث إحدى الأذنين أصبحت تخرج من العلبة بشكل غريب، لم تعد تلتصق في العلبة بهذا الشكل كما تشاهدون، وكذلك لم تعد تشحن من طرف العلبة، مع العلم أن السماعة الأخرى فهي شغالة 100% وتقوم بالارتباط مع الهاتف، وهذه السماعة لم تعد تلتصق بالعلبة ولم تعد تشتغل. فقلت له سوف أقوم بإصلاحها، لا تهتم صديقي العزيز. وفكرت أيضا من أن أعمل فيديو في عملية الإصلاح ولتستفيدوا أنتم أيضا، وقد تواجه أنت أيضا هذا المشكل في المستقبل. لإصلاح هذه العلبة فنحن نحتاج هذه الأداة كما تشاهدون هنا، وكذلك هذا لقياس فولتية البطارية لنتأكد من أن البطارية بها تيار أم لا، وكذلك هذه الأداة هنا لنتأكد تثبيت الأشياء الصغيرة الموجودة في السماعة. نلتقي إخواني الكرام بعد هذا الفاصل لنقوم بعملية إصلاح هذه العلبة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. عدنا أصدقائي من جديد، مرحبا بكم. أول شيء نقوم به وهو توصيل العلبة بالتيار الكهربائي. نقوم بتوصيل العلبة بالتيار الكهربائي ونتأكد دائما من أن الكابل هو كابل من النوع الجيد، لكي لا يكون سبب في إفشال عملية الشحن ونظن أن العلبة هي من بها المشكلة. دائما نأخذ كابل يمرر تيار جيد للعلبة بحيث يقوم بإحياء البطارية الموجودة داخل العلبة. نقوم بتوصيل التيار الكهربائي وكما تشاهدون فالعلبة شغالة جدا وتقوم بعملية الشحن كما هو مبين. ونفتح الغطاء، وعند فتح الغطاء فهذه السماعة لا تأخذ مكانها، وكذلك هذه السماعة فهي مثبتة بشكل جيد وتشحن بشكل جيد، وهذه السماعة لا تأخذ مكانها. إذن لنقوم بالفحص لهذه السماعة ونكتشف ما هو الخلل الموجود بداخلها. نترك العلبة جانبا ونأتي بهذه الأداة هنا، ونأتي بهذه الأداة ونقوم بفتح رأس السماعة بكل حذر إخواني الكرام، حفاظا على يديك وكذلك حفاظا على سماعتك أخي الكريم. فسبب الذي يجعل عدم السماعة تلتصق بالعلبة فهو عبارة عن مغناطيس يوجد داخل السماعة، وهذا المغناطيس هو المسؤول عن ربط السماعة بالعلبة بحيث لا يتركها تسقط أو تخرج من العلبة. قمنا بفتح السماعة على هذا الشكل، وكما تشاهدون فهناك المغناطيس. هذا المغناطيس لقد تحرك من مكانه كما تشاهدون هنا. فهذا المغناطيس هو المسؤول عن ربط السماعة بالعلبة. المغناطيس مكانه هنا دائما العلبة، وكما نعلم فلدى المغناطيس جهة سالبة وجهة موجبة، فإن سقطت منك السماعة وانقلب هذا كان على هذا الاتجاه ثم انقلب إلى هذا الاتجاه فيصبح السالب مع السالب، لذا لا تقوم العلبة بجذب السماعة إلى الداخل، وبالتالي يتم تباعد المغناطيسين مع بعضهما. لذا نقوم بقلب المغناطيس بالجهة الموجبة مع الجهة السالبة في العلبة، أو العكس إن كانت الجهة السالبة في العلبة نقوم بقلب المغناطيس بالجهة الموجبة في السماعة. إذا هذا مشكل قد اكتشفناه. نضع المغناطيس جانبا ونتأكد من الأسلاك الموجودة، فكما تشاهدون هناك الأسلاك متصلة بمكبر الصوت، فهذه الأسلاك فهي مرتبطة لا يوجد بها مشكل. إذا لنمر إلى البطارية، نقوم بنزع البطارية من هنا، نقوم بنزع البطارية
قم بإزالة هذا اللاصق. تأكد من أسلاك البطارية. وكما تشاهدون فالأسلاك البطارية فهي متصلة بشكل جيد، لا توجد بها أي مشكل. الحل الذي بقي لنا هو أن نقوم بقياس البطارية. هل يوجد بها تيار أم لا يوجد بها تيار؟ نأتي بهذه الأداة إخواني الكرام ونقوم بمسك البطارية على هذا الشكل. قمنا بمسك البطارية على هذا الشكل ونأتي بهذين القطبين هنا بقياس كما تشاهدون. نضع نقوم ب نقوم بالزوم لكي تشاهدوا بشكل جيد. هكذا أحسن. أقوم بوضع هذا هنا وهذا هنا الألوان مع بعض، وكما تشاهدون فلا توجد أي طاقة بالبطارية، يعني أن البطارية فهي فارغة بشكل كامل إخواني الكرام. كما تشاهدون فهذا لا يصدر أي فولتية خاصة بالبطارية. إذن البطارية فهي فارغة بشكل كامل، لا أحتاج إلى شاحن هاتف عادي كيفما كان نوعه. على هذا الشكل، وأقوم بتوصيله إلى التيار الكهربائي. عندما أقوم بتوصيل هذا الشاحن إلى التيار الكهربائي أقوم بقطعه من هنا، وأجد هنا خيط أحمر وخيط أسود، وهذين الأسلاك فهما يمرران تيارا، فالتيار الذي يمرره هو 5 فولت. سوف أضع الأسلاك مباشرة على البطارية، الأحمر مع الأحمر وكذلك الأسود مع الأسود. فقط لبضع ثواني ريثما تشحن البطارية. هذه عملية الشحن فهي عملية يدوية لنتأكد من أن البطارية قد تم شحنها بشكل جيد. إذن بعد عملية الشحن السلكي المباشر للبطارية نقوم بقياس البطارية، فولتيات البطارية، كما تلاحظون فهي ما بين 2 و3 حتى 4. هذه هي فولتيات البطارية كما تشاهدون. نقوم بوضع البطارية في مكانها إخواني الكرام، ونأتي بهذا المغناطيس الصغير هنا كما تشاهدون، ونضعه في مكانه هنا على أساس أن الجهة السالبة من هنا والجهة الموجبة في الأعلى لكي لا يقع تباعد بينه وبين المغناطيس الموجود في العلبة. نقوم بإغلاق السماعة بإحكام على هذا الشكل. نأتي بالعلبة ولكي نضع السماعة بداخلها إخواني الكرام، وكما تشاهدون أصبحت
السماعة تأخذ مكانها بشكل عادي كما كانت في السابق، لأن المغناطيسيين أصبح الجهة السالبة مع الجهة الموجبة، وبالتالي يقع انجذاب بينهما. ونضع كذلك السماعة التي كانت تشتغل من قبل في هذه العلبة. نقوم بإغلاق العلبة وسوف نرى هناك شحن كما تشاهدون لكلتا السماعتين. هنا شحن لكلتا السماعتين إخواني الكرام، وها قد أصبحت السماعتين شغالتين معا. وشكرا للمشاهدة إخواني الكرام، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.